اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته الذي هو جوهره غير ملموس يدرج في الأقمطة كطفل الإله الذي ثبت السماوات القديمة منذ البدء يتكئ في مذود الذي أمطر للشعب منان في القفر يغتذي من الثديين لا ختان البيعة يستدعي المجوس وابن العذراء وابن العذراء يستقبلوا منهم الهدايا نسجد لجلالك أيها المسيح نسجد لجلالك أيها المسيح نسجد لجلالك أيها المسيح
فأرنا ظهور